هاي قيادة المتهورة على الطرق السريعة من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق، ولكن أوقات المرور بطريق معين بشكل خطورة على حياة المسافرين حتى مع السرعة الهادية. شو هي أخطر الطرق بالعالم؟ كول دي شوسي بمنطقة غونالب الفرنسية هو ممر جبلي مرتفع بيتميز ب 17 منعطف حاد ومنحدر خطير بيتخلله حاجز خرسان صغير. بيموت حوالي 50 شخص على طريق كارنالي السريع بغرب نيبال لأن الرؤية فيه رديئة بسبب الغبرة، بالإضافة لانهيارات الأرضية والصخور المتساقطة والحفر والانحدارات. رودوفيا دامورتي بالبرازيل، ومثل ما بيدل لقبه، هو من الأخطر بالعالم بسبب الطقس غير المستقر والمنحدرات الشديدة، بالإضافة لتواجد العصابات وقطاع الطرق عليه. مين قال إنه طريق سيشوان هو الأخطر بالصين؟ بيموت عليه 75 من كل 1000 شخص بيعبروا عليه بسبب الانهيارات الصخرية والثلجية، التعرجات الحادة والمنحدرات الخطرة. أنا قال، بشوفكم بكره.